ولكن ركز معايا دابا غادي نقول كيفاش تقدر تكونترولي داك الطاقه. الا كنتي ما كتقدرش تكونترولي الطاقه ديالك او يور لابس يعني كتمشي دير العاده السريه من بعد سيمانه ما كتقدرش تفوت سيمانه ولا جوج سيمانات شنو خصك دير المحارب؟ بزاف ديال الدراري طالبوني فيديو على الحفاظ على سائل الحياه فليتس جو. اليوم غنشرح لك الامور بواحد الطريقه مختلفه باش تستوعب، لانني لاحظت باللي 95% فاهمين شنو هو الحفاظ كيطبقوه في الحياه ديالهم وكينجحوا في التطبيق ديالو، وكاين واحد الفئه قليله اللي كتجي في لي كومونتير وتكتب ليا اخويا مهدي شنو هو الحفاظ، اخويا مهدي واش هذا الحفاظ خدام، اخويا مهدي راه الا حافظتي غادي تمرض، راه قالوا العلماء بان الا حافظتي غادي يجيك البروستات. واحد يقول لك انا راني حافظت المده ديال سيمانه او لا شهر وما حسيت بحتى شي حاجه. اخي انت اللي كتقول هادشي، غادي نشرح لك بزاف الامور فركز معايا وحاول تستوعب هضرتي، حتى اللي فاهم خليك معايا لان نقدر نقول لك شي امور اللي خافيه عليك. فشنو هو الحفاظ؟ الحفاظ على سائل الحياه هو الخطوه الاولى، فيرست ستيب، غير الخطوه الاولى. ولكن الحفاظ راه ماشي غديرو وصافي طن غتبدل لك الحياه ديالك، لا، الحفاظ بحال شي باتري، بحال شي بطاريه، بطاريه ديال التليكوموند ولا بطاريه ديال التليفون ولا بطاريه ديال المانيطه ديال البلاي ستيشن اولا البطاريه ديال الطوموبيل. يعني داك البطاريه الا ما حطيتيهاش في واحد البلاصه مناسبه واستعملتيها بطريقه مناسبه راه ما غتصلح حتى شي حاجه، غتبقى غير بطاريه فيها الطاقه، اي عندك الطاقه ولكن طاقه خاويه ما كتستعملهاش، فهمتي؟ فهاداك الطاقه خصك تستعملها الطريقه المناسبه. داك البطاريه مثلا فين غديرها؟ غديرها في داك المانيطه ديال البلاي باش تقدر تلعب اللعبه، اولا داك البطاريه غديرها في التليكوموند باش تقدر تبدل الاذاعه. فسيمن ريتينشن اولا الحفاظ ما هو الا البطاريه. انا زيد نشرح لك، منين غتبني داك الطاقه، منين غتبني داك القوه، خصك تحولها من طاقه جنسيه الى طاقه ابداعيه، اولا طاقه باش تخلق شي حاجه باش تنفذ شي حاجه، خصك تكون منتج. او ماشي ضروري غادي دير شي حاجه اللي خارقه غتكون منتج ولا في شي حاجه زعما في شي هدف خارق شي هدف خيالي، لا، يقدر يكون امر بسيط جدا. مثلا باغي ترسم شي طابلو مثلا، فملي غتكون محافظ وغترسم الطابلو غتولي بحال بيكاسو، غترسمو غيكون داك الطابلو زوين. مثلا كلاعب كره قدم، انت لاعب كره قدم، فمنين غادي تكون محافظ وغتلعب داك الماتش غادي تكون انت هو احسن لاعب في داك الماتش، غتاخذ رجل المباراه. واش فهمتي؟ يعني خصك تستعمل داك الطاقه. فانا منين حافظ شخصيا شنو قدرت انني نربح، طلعت احسن فورمه في الحياه ديالي. دابا راني ماشي في احسن نيفو في الحياه ديالي، ولكن منين درت عامين، انا راه قديت نحافظ عامين، واش مرضت اخويا؟ داكشي ديال قال لك الاطباء غادي يجيك البروستات، انا حافظت المده ديال سنتين، شنو وقع ليا؟ قال لي الحمد لله حتى شي حاجه، قدرت انني نبدا البيزنس ديالي، طلعت احسن فورمه في حياتي، وليت كنجذب اجمل نساء الكون. راه ليترلي ملي تنقول لك اجمل نساء الكون، راه اجمل نساء الكون، عرفتي داك البنات اللي كتلقاهم غاديين في الزنقه وتابعينهم ثلاثه اربعه ديال الدراري باغيين ياخذوا الماريهم، داك النوع بديت كنجذبو، وداك النوع انا ما كنتش كنجذبو قبل ما انني ندير الحفاظ. واش فهمتي؟ راه منين غادي تحافظ المده ديال شهر اولا 3 شهور ولا 4 شهور راه غتشوف منافع اللي بسيطه، غتزاد لك الطاقه، غتولي حيوي. غير هو خصك تعرف راه الا كنتي كاعي، الا كنتي حزين، الا كنتي متوتر راه غتولي متوتر اكثر. داكشي علاش خصك تعرف تحول داك الطاقه الجنسيه لواحد المكان مناسب، فهمتي؟ لواحد الهدف مناسب. خصك تركز بحال داك العود اللي كيدير الدراكات تيكشوف غير نيشان. كاين ناس اللي ما عندهمش هاد القدره، هادشي اللي بان ليا، الناس اللي كيديروا الحفاظ وما كيشوفوش النتائج ما عندهمش القدره انهم يركزوا على واحد الهدف. يعني خصك تحاول انك منين غادي تحافظ دير داك الدراكات ديال العود طن، وتبقى تشوف هدف واحد وتحاول انك تنفذه، وغتشوف امور عجيبه. والامور العجيبه اللي كنهضر عليها داك
داكشي اللي غريب كيوقع لك في الحفاظ راه كيوقع لك من بعد شهور متعدده، ماشي من بعد شهر، ماشي من بعد شهرين، ماشي حتى من بعد 3 شهور، حتى كتفوت 6 شهور 7 شهور عاد يبداو يوقعوا لك امور اللي كتحس فيها امور ميتافيزيقيه. فهمتي؟ اما تقوليش انت غتحافظ شهرين 3 شهور وغتوقع لك شي حاجه غريبه في الحياه ديالك، لا لا، ملي غتحافظ الشهر الاول الثاني الثالث الطاقه ديالك غادي تزاد، غتولي عندك طاقه اكثر. وكاين بعض الناس اللي ما كيقدروش يحافظوا على داك الطاقه لانهم ما كيقدروش يتحكموا فيها، فهمتي؟ داكشي علاش كيمشيو وكيديروا العاده السريه عاوتاني باش يرتاحوا باش يطمئنوا شويه، لان بزاف ديال الطاقه داك الباتري كتعمر كتشارجا الماكسيموم الا ما عرفتيش تخرجها في لونطريمون. داكشي علاش لونطريمون مهم بزاف، فهمتي؟ لونطريمون مهم بزاف في هذه الرحله، غادي يعاونك بواحد النسبه كبيره. داكشي علاش الدراري اللي كيجيو عندي تيبغيو الكوتشين كندير لهم كوتشين مونطال وفيزيك، وكيكون عندهم بروغرام ديال لونطريمون وديال النوتريسيون اللي ضروري ضروري كيكون عندك داخل عندك في الكوتشين. الا ما ترينيتيش راه ما يمكنش تحافظ، من الصعب جدا انك تحافظ، لان داك الطاقه راه اما غادي تستعملها غتخرجها في لونطريمون وغتخرجها في واحد الهدف اللي يقدر يكون عنده واحد طابع ابداعي. مثلا كما قلت لك كتبغي ترسم غتولي انت هو بيكاسو، فهمتي؟ غتولي رسام خطير. اولا كتكري فيديوهات، كتخلق فيديوهات، مثلا انا كنقاد لك فيديوهات في اليوتيوب، كنصنع صانع محتوى، فالفيديوهات ديالي منين كنحافظ كيوليو واحد المستوى عالي. ولكن ركز معايا دابا، غادي نقول لك كيفاش تقدر تكونترولي داك الطاقه. الا كنتي ما كتقدرش تكونترولي الطاقه ديالك او يور لابس، يعني كتمشي دير العاده السريه من بعد سيمانه ما كتقدرش تفوت سيمانه ولا جوج سيمانات، شنو خصك دير؟ قلت لك لونطريمون، ولكن لا براتيك اللي مهمه هي داك لا براتيك الروحانيه، يعني خصك دير واحد الحاجه اللي روحانيه، مثلا الصلاه. الصلاه اخي ضروريه في هذه الرحله، لان غتهبط لك ديك الشهوه، ديك الشهوه الجنسيه غادي غتبقى تتكبحها كتكبحها. عندك الصلاه وعندك الصيام، راه ما يمكنش تحافظ لمده طويله بلا ما تكون كتصلي وبلا ما تكون متقرب من الله سبحانه وتعالى، لان ربي اللي غيعاونك في هذه الرحله، ربي هو الوحيد اللي يقدر يعاونك انك تحافظ لمده طويله. ومنين غادي تطلب منه غدعي، راه درت واحد الفيديو هضرت على كيفيه الدعاء، هضرت على كيف تدعو لله سبحانه وتعالى، خصك ضروري تشوفها، دخل لاشين وشوفها. فخصك تعرف كيفاش دعي، وخصك تصلي بالطريقه المناسبه، وخصك تخشع في الصلاه ديالك، وخصك ما تكونش كتقطع نهار وتصلي نهار، ولا كتصلي كدير غير الحركات، عرفتي ديك الانسان اللي كيصلي كيدير الحركات، هو راه ما كيتخشع ما حتى شي حاجه، لا، خصك ما تكون كتصلي تكونيكت مع الله 100%، ودعي وطلب منه يا ربي ما تعاونني وتعطيني، خصك تدعي، دعي الله سبحانه وتعالى يعطيك الجرأة ويعطيك العزيمة ويعطيك الشجاعة ويعطيك الصبر، فهمتي؟ باش انك تجاوز هاد الصعوبات، لان الحفاظ راه صعيب، الحفاظ ماشي واحد الحاجه سهله، ماشي واحد الحاجه اللي كيديرها كلشي، ماشي واحد الحاجه اللي معطيه للجميع. يعني شنو قلنا؟ الصلاه، الرياضه ضروريه، وخصك تكون عندك واحد الهدف اللي ماشي ضروري يكون هدف عظيم، يكون هدف بسيط، هدف ديال كترسم ولا كدير المونتاج الفيديوهات او لا كتقرا، فهمتي؟ عندك شي امتحان، خصك يكون عندك واحد البيربس. اما الا كنتي كتحافظ وكتجي كتبقى تفرج في الفيديو ديال المهدي الثاني النهار كامل تيهضر على الحفاظ، وكتجي لي كومونتير كتقول اخويا مهدي انا راني حافظت من بعد سيمانه وما حسيت بوالو، كيفاش غادي تحس وانت غير كتفرج في الفيديوهات؟ راه ما غاتحس حتى شي حاجه، غير كتفرج واحد الساعه غطلع لك واحد الفيديو ديال الاباحيه الناعمه ديال شي بنت كتعوج عليك في انستغرام، غتمشي غدير العاده السريه وغتجي وتكتب اخويا مهدي انا راه ما تنقدرش نفوت سيمانه، اخويا مهدي انا ما كنقدرش نفوت شهر. طبيعي الحال ما غتقدرش، لان اول حاجه ما كتصليش، اولا ما كتصليش بالطريقه المناسبه، واش فهمتي؟ اولا ما عندكش هدف، فبطبيعه الحال ما غاديش يفيدك والو هاد الحفاظ، ما ديروش هادك، لا ديرو، ما غينفعك حتى شي حاجه الحفاظ. فانا كنهضر مع الناس اللي فريمون باغيين يطبقوا الحفاظ في الحياه ديالهم بطريقه المناسبه،
كنظن بانني شرحت لك كل شيء. فإذا كنتي باغي الكوتشينا برو فريمون بغيتي نعاونك في هذه الرحله باش انك نقيدك فهمتي، نكون القيد ديالك ونعطيك واحد البروغرام ديال لونطريمون اللي غادي يعاونك مزيان 100%، غادي يعاونك مقاد على حساب الجسم ديالك، على حساب النيفو ديالك، على حساب المتطلبات ديالك والهدف ديالك، واللي غتقدر انك تداوم عليه وغتحاول انك يور تشانلين او تحول داك الطاقه الجنسيه لطاقه ابداعيه. اجي هضر معايا في الانستغرام، انا انستغرام كاين في البروفيل. اوكي، فكنتمنى الفيديو تكون عجبتك، ما تنساش دير لايك سبسكرايب، ولا عندك شي سؤال سولني في لي كومونتير. تهلاو.